المصري اليوم دكتور ماجد عثمان رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء بيقول جملة لازم ناخد بالنا منها: العمالة الآسيوية أفضل من المصرية، والفهلوة والمحسوبية سيطرة على المجتمع، لازم نواجه نفسنا. شكرا يا دكتور ماجد. في جريدة الشرق الأوسط حكاية لطيفة جدا: الكاميرات كشفت اللعبة، وسائل الإعلام بتطلب وتفضل نهاية سعيدة، بتقول الشرطة غض البصر. عاشق هولندي واضح انه اتفرج على افلامنا المصريه. فاكرين عادل امام لما اتفق مع حد وهو بيحب ميرفت امين وكانت تتحب ولغايه دلوقتي تتحب، فقال له تيجي واعمل نفسي بضربك واقطعك وحاجات كده، جاب لص، جاب واحد وقال له هتعمل نفسك هتسرق حبيبتي لانها ادتني السكه وانا عايز ارجع لها تاني. وراح الحرامي مسكها، راح هو طالع انت بتعمل ايه دب دب وضربه وسلمه. الشرطه ظهرت في الامر فمسكت الراجل، فبقت فضيحه. لما رجعوا للكاميرات اكتشفوا ان الراجل ده كان واقف مع العاشق الولهان قبل التنفيذ. الست قالت جمله لطيفه جدا، بتقول لك الراجل ده داخل يقول لي هات الشنطه، وانا ما كانش معايا شنطه، بس واضح انه كان حرامي حافظ ومش فاهم. بمناسبه اللحمه، مجله نصف الدنيا عامله غلاف مهم: لحمه يا دنيا رحمه. الاسماك بقى بيغريك، بيقول لك سيبك من اللحمه، الاسماك بتعالج الاكتئاب والجمال تحل المشكله. لحم الجمل حلو جدا، وقالت ان اللحوم بتسبب الطلاق، بتخلي الانسان في حاله عصبيه. يعني كل عيوب اللحمه ظهرت دلوقتي عشان نقطع اللحمه، فاحسن لنا نبطل لحمه. عامل رز صغير عن البرادعي في الصحافه المصريه، ونحن في حقبه البرادعي. الصحافه المصريه بتقرا البرادعي هنا شكل وهنا شكل، هنا شكل وهنا شكل. مين فيكم البرادعي؟ الدكتور البرادعي روزا اليوسف، المجلة على لسان دكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، بيقول البرادعي ليس مبعوث العناية الإلهية، ولن نستورد قادة من السوبر ماركت. أعضاء جمعية البرادعي أنواع، منهم المساند بالفعل والمتربح سياسيا، وآخرون يغيظون الحكومة أو المعارضة. في الأهرام كنت أتمنى أن يشغل الفريق الملتف حول البرادعي نفسه في حوار عميق مع الرجل حول رؤيته للحياة، للواقع المصري، رؤيته للإصلاح والتغيير على نحو تفصيلي، وليس عبارات عامة لا خلاف عليها، من قبيل ضرورة تغيير الدستور أو رفع القيود على ممارسة العمل السياسي. ده مقال الأستاذ إبراهيم نافع حقائق في جريدة الجمهورية في المصري، اللي هو بيقال أن الأستاذ محمد علي إبراهيم رئيس تحرير الجمهورية اللي بيكتبه، بيقول البرادعي سيدعو لحزب إخواني ومحفل ماسوني وآخر للبهائيين. من حق دكتور محمد البرادعي أن يقول ما يريد ويستعرض مشاكل مصر، لكن أعتقد أن الوقت حان ليقدم حلولا. في جريدة الدستور صحفي بريطاني يسجل شهادته حول أحداث 6 أبريل ويؤكد البرادعي ملهم ثورة التغيير في مصر. شوف التناقضات، يعني مفيش حاجة وسط، احنا كده لا كده لا كده. في جريدة الشروق على اختيار من الواشنطن بوست: التغيير في مصر يسير بسرعة المرور في شوارعها المزدحمة، يعني مفيش تغيير. الوصول إلى أرض اللواء التحدي الأكبر أمام البرادعي، يعني ينزل المجتمع الحقيقي، الأغلبية من الشعب المصري. في جريدة العرب عصام العريان القطب الإخواني بيقول نؤيد تحركات البرادعي ولن نقاطع الانتخابات. في جريدة المصري اليوم البرادعي يلتقي وفدا من العمال ويؤكد سأزور المحلة قريبا وأدعو الأحزاب لمقاطعة الانتخابات. هو احنا دخلنا انتخابات يا دكتور برادعي؟ يا دكتور برادعي ده انت داخل بتلف عشان تقول انا داخل انتخابات، هل يمكن ان تكون الدعوة هي المقاطعة؟ احنا بنطالب الناس بالإيجابية، هل الإيجابية ان نقول لهم ما تروحوش، ولا لان لديك مشروع يروحوا حتى لو لم تكن مشاركا في هذا المشروع؟ دعوة للمقاطعة شيء غريب جدا. قالوا ايه هذا الاسبوع؟ لقد نجح المشروع الصهيوني في تحقيق أهم أهدافه اعتمادا على فجوة معرفية كبيرة حرص عليها منذ البداية، ووفرنا نحن له الفرصة بعد ذلك لاستمرارها وتوسعها. ده الدكتور وحيد عبد المجيد في جريدة الوفد. المشروع الصهيوني نجح، إسرائيل بتعترم وتعتمد على العلم والمعرفة، نحن لدينا غياب كامل للعلم والمعرفة. مصر التي نريد تحتاج إلى حكومة غير الحكومة، ومعارضة غير المعارضة، وجزئيا على الأقل إلى مواطنين غير المواطنين. عمرو حمزاوي، دكتور عمرو حمزاوي في جريدة الشروق. في جريدة الحياة: آه يا خازن. الخازن ده هو الكاتب الكبير الأستاذ جهاد الخازن. كما كان المعلمون ينادونني كيف كان لك أن تعرف أنك تعيش أجمل سنوات العمر، وأن كل ما بعدها من فلوس
او شهرة او نجاح سراب في سراب. اه يا خازن لا انت انت ولا الديار ديار، خف الهوى وتولت الاوتار، كل ما بقى من العمر ابيعه بسنة قديمة في الجامعة ثم لا اجد مشتريا. بكاء في وقت متأخر لا ينفع فيه البكاء. السؤال: كيف تميز الدولة بين المواطنين على أساس الانتماء السياسي، وكيف تحمي مواطنا لأنه حزب وطني وتترك آخر لأنه معارض؟ محمد أمين في جريدة الوفد. الأستاذ أحمد رجب في نص كلمة: حكام الكرة هم الذين تنازلوا عن احترامهم عندما قبلوا استدعاء حكام من الخارج لبعض المباريات، فاعترفوا بانعدام شفافيتهم والميل مع الهوى، وحكام الكرة هم الوحيدون الذين تغني لهم الجماهير رف يا عبيط رف يا عبيط. والغريب جدا أن حكم مباراة الزمالك والشرطة لم ينهوا المباراة بعد كل ما جرى، ويبدو أن التقاليد الجديدة تقضي بألا ينهي الحكم المباراة إلا إذا تم قتله ضربا بالشلاليت. تعالوا نشوف الكاريكاتير الأسبوع ده كان ملامحه إيه. في جريدة أخبار اليوم ظاهرة المطرب أبو الليف، أبو الليف بقى بطل في الكاريكاتير وعناوين الصحف والمقالات، وزمن أبو الليف افتكروا شعبان عبد الرحيم وافتكروا أحمد عدوية في السبعينات، نفس الفكرة. الواد كان فاكر نفسه كينج كونج، شاف الامتحانات التجريبية بتاعت الثانوية حس إن بقى خرونج. أنا مش خرونج أنا كينج كونج، الأغنية بتقول كده. الأستاذ مصطفى حسين في جريدة الأخبار: موظف غلبان بنطلونه مقطع واقف قدام مسؤول شكله شيك وانيق بيقول له: وقرار بطبع انجازات الوزاره في مجلد فاخر على ورق مصقول، وابقى شوف هيتكلف كم مليون جنيه يا استاذ سيد. هي عاد فيها استاذ بعد الملايين دي كلها. بسرعه الوقت خلص، جرايد بكره مهتمه جدا برفع العلاوه الاجتماعيه للعاملين، جريدة الشروق متوقفة قدام انتقاد السيد أبو الغيط وزير الخارجية للسيد عمرو موسى. السيد أبو الغيط كان في حوار في جريدة روزا اليوسف قال فيه إن ما كانش يجب على السيد عمرو موسى أن يتحدث في الشأن المصري وهو في هذا المنصب. مصادر دبلوماسية بتقول: لو أراد النظام توجيه رسالة حول الترشح للرئاسة فلن تكون عبر وزير الداخلية. في روزا اليوسف علام بيقول: وزير الري لم يساس بحصة مصر في النيل ولن نوقع إلا بعد اتفاق على الأمن المائي. احنا عارفين أن مصر والسودان ما وقعوش على الاتفاقية. بسرعة كده في خبر في الوفد: مليار دولار قيمة تصدير الدواء المصري في 5 سنوات، والبابا شنودة بيقول: حرمان المتزوج من ملة أخرى من دخول الكنيسة. بشكركم، يوم السبت حلقة جديدة من مصر النهاردة، تصبحوا على خير.